خطوات على منظمي العروض القيام بها قبل بدء اللايف، حتى تقدر تقدم عرض مباشر متكامل من جميع الجهات. لازم تتأكد من الأمور التالية: 1. اختار الوقت المناسب لبدء وبث العرض. 2. يفضل أنك تحضر نفسك وفريق العمل قبل بدء العرض بـ50 دقيقة. 3. تأكد من تثبيت الكاميرا بوضعية تظهرك بالشكل المناسب للمشاهدين، وبتقدر تستخدم أي من الخيارات التالية: كاميرا الموبايل مع أي من برمجيات البث المباشر (streaming software)، وإنه تتراوح سرعة الإنترنت من 3 إلى 4 ميجا بت في الثانية كحد أدنى. كاميرا ويب الخاصة بجهاز الكمبيوتر المحمول، أو تثبيت كاميرا خارجية مع توصيلات USB، واستخدام أي من برمجيات البث المباشر (streaming software)، وإنه تتراوح سرعة الإنترنت من 3 إلى 4 ميجا بت في الثانية كحد أدنى. كاميرا احترافية مع مازج صوت وصورة وتوصيلات HDMI أو SDI وكارت مدخل الفيديو وأي من برمجيات البث المباشر، وإنه تتراوح سرعة الإنترنت من 3 إلى 4 ميجا بت في الثانية كحد أدنى. كاميرا احترافية مع توصيلات HDMI أو SDI وإنكودر، وإنه تتراوح سرعة الإنترنت من 3 إلى 4 ميجا بت في الثانية كحد أدنى. بعد هيك رح تحصل على رابط ومفتاح البث الخاص بفاعليتك واللي رح تستخدمهم في الإنكودر أو برنامج البث الخاص فيك. 4. تأكد من إعدادات الصوت والمايك والإضاءة ومدى جاهزيتهم. 5. حاول تعمل بروفة قصيرة قبل البث لتتأكد من جاهزية جميع الأمور وإنك مستعد لتنطلق لايف بدون أي مشاكل. 6. بإمكانك مشاهدة البث الخاص فيك قبل الانطلاق من خلال حسابك على منصة لايفات.